قصص القرآن العظيم التي قصها الله علينا في كتابه العزيز قصة موسى مع السحرة، لما رأى فرعون لعنه الله معجزة موسى في العصا واليد، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. استشار حول الملأ حوله وكبراء القوم وسادتهم وأعوانه وخاصته ماذا يمكن أن يفعل مع موسى، وأغراهم به قال يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فيزول سلطانكم وتذهب أموالكم. وهكذا قال لهم إن موسى يريد أن يستجلب قلوب الناس وأن تكون له شعبية عندهم وأن يكثر أعوانه ويكثر أنصاره وأعوانه وأتباعه فينقلب عليكم في دولتكم ويأخذ منكم البلاد، فأشيروا علي ماذا أصنع به. وقد تحير فرعون حقيقة لما رأى العصا واليد المعجزة وأصابه الخوف، ولذلك فإننا نرى هنا في هذا الموضع أنه قد زال عنه ذكر الدعاء للألوهية والربوبية وذهب شيء من الكبرياء، بل بلغت به الاستكانة والضعف أن يقول الملأ وهم المفترض عنده أنهم يعبدوه يستأمرهم، يقول فماذا تأمرون، فماذا تأمرون. وهذا من فرط الدهشة والحيرة، وهكذا تظهر حقيقة المتجبرين المستكبرين إذا قرعتهم حجج الحق. فبأي شيء أشار الملأ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أخر أمر موسى الآن، لا تبت فيه حتى تجمع السحرة لمقاومته. لم يشيروا بقتل موسى الآن لأن حجة موسى ظاهرة قوية وله شأن، خشوا الفتنة وطمعوا أن يغلبه السحرة وتنتهي القضية وتسقط حجة موسى. فأمر فرعون فعلا بجمع كل خبراء السحر في مصر، سحار عليم وليس ساحر فقط، سحار عليم، جمعوا من أنحاء مصر ليقابلوا موسى ولعلهم يغلبوه. وكانت مشورة الملأ لفرعون واستجابة فرعون من تسخير الله وتدبيره لكي يجتمع الناس ويروا بأنفسهم هذه المعجزة من الله كيف تغلب سحر السحرة وتقوم الآية والحجة على الخلق. ولما جاء السحرة وجمعوا له من أنحاء البلاد وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم، هو الآن يحتاجهم كيف لا يعطيهم الأجر العظيم. قال نعم، بل وليس فقط الأجر الكبير أعطيكم، قال وإنكم إذن وإنكم لمن المقربين، فسأجعل لكم الأجر وسأجعل لكم المنزل الرفيع لدي، وذلك ليحثهم على بذل أقصى الجهد لإظهار السحر من عندهم لعلهم يغلبون موسى. وهكذا أتباع الطغاة يخدمونهم على طغيانهم وفجورهم طمعا بما عندهم من متاع الدنيا، والطغاة يعلمون ذلك فيعطوا من حولهم ليبقوا في خدمتهم وتبعيتهم لهم. وجاء يوم المنازلة، وهكذا قالوا لموسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله، إذا ظننت نفسك أنك ساحر قدير سنأتيك بسحر أسحر من سحرك، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه.
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إذا كنت تريد المنازلة حدد اليوم نجتمع نحن وأنت ونكون في مكان واحد مكانا سوى لكي يكون هناك إنصاف، مكانا قريبا منا قربه منكم، مكان مستوي. قال موعدكم يوم الزينة، يوم العيد. هذا اليوم يتفرغ فيه الناس من أشغالهم. انظر إلى اختيار موسى للموعد، فهو يريد أن يأتي أكبر عدد من الناس. موعدكم يوم الزينة، يوم العيد الذي يتفرغ فيه الناس ليحضروا. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أن يجتمع الناس في هذا المكان في وقت الضحى، الوقت الذي يكون فيه نور النهار من أحسن ما يكون، فهو منتشر لكن ليس مؤذي للعيون، ليست الشمس بلغت الحرارة الكبيرة. ضحى موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، هذا الوقت الذي يرى فيه الناس كلهم الآية بأوضح ما يمكن، بأوضح ما يمكن. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. هذا ما يريده موسى، وهذا ما يريد كل داعية، أن لا يحال بينه وبين الناس، أن يفتح له المجال لتبليغ الناس الدين وأن يحشر الناس ضحى. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، إذن حشر الناس. لم يكن فرعون ومن معه يدركون أبعاد هذه القضية، وإلا كان منع موسى من الاقتراب من الناس، ما جمعوا له الناس. لكن وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إذن حدد المكان والزمان، وهذه مهمة جدا في أي مناظرة وفي عالم الدعوة، المكان والزمان، يوم الزينة وقت الضحى. واجتهد الناس في الاجتماع ذلك اليوم وبلغ بعضهم بعضا، وقال قائلهم هل أنتم مجتمعون، وحصل الحث من كل أحد على الحضور لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، نتبعهم في نصرة ديننا وملتنا. واجتمع الناس وجاءوا من كل مكان في البلد في وقت الضحى في يوم العيد، وجلس فرعون على سرير مملكته واصطف أكابر دولته، ووقف الناس يمينا وشمالا وأحاطوا بالساحة، وأقبل موسى متوكئا على عصاه ومعه أخوه هارون لاجئين إلى الله عز وجل. ووقف السحرة بين يدي فرعون صفوفا وهو يحرضهم ويحثهم ويرغبهم في إجادة عملهم في هذا اليوم، ويتمنون عليه وهو يعدهم ويمنيهم. والداعية يحاول إلى آخر لحظة، يقول موسى للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ولكن أصروا وركبوا رؤوسهم، كيف لا وهم يطمعون فيما عند فرعون من المال والمكانة. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، صار هناك بينهم نقاش بين السحرة. ربما يقول بعضهم هل هو نبي ليس بنبي، هل هو ساحر ليس بساحر، ولكنهم أسروا هذه القضية لأن النجوى تعني المسارة، وهكذا اتفقوا فيما بينهم وأسروا النجوى على هذه المنازلة
لموسى عليه السلام، وأجمعوا كيدهم وضموا سحرهم بعضه إلى بعض، وهكذا أتوا صفا مصطفين فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. الذي يفوز اليوم لا شك أنه سيعلو أمره. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، من الذي سيبدأ؟ وبحكمة الداعية قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون، حلف بغير الله، بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بدأت المعارضة وبدأ التحدي وكأنهم غير آبهين من الذي سيبدأ. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، ألقوا ما أنتم ملقون. اختصر لهم القضية هنا، فألقوا وقالوا بعزة فرعون، يعظمون فرعون ويتبركون باسمه، بدل ما يقول لاحد بسم الله، هؤلاء قالوا بعزة فرعون ويحلفون بعزة فرعون إنهم هم الغالبون. الحقيقة أن السحر الذي ألقوه لم يكن شيئا لا قيمة له، كلا، قال الله تعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فعلا أن هناك حية أفاعي. فأوجس في نفسه خيفة موسى، لا يظنن ظان أن موسى خاف من الحيات، لا، لكن موسى خوف هنا خوف إشفاق وليس خوف رهبة من الحيات التي ظهرت كما ظنها الناس حيات، لكن موسى خاف أن الناس ينخدعوا بهذا السحر فيتبعوا السحر. ولذلك قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، يعني الغلب لك، لا تخف مما صنعوا، الناس لن ينخدعوا بهم، أنت ستفوز وأنت ستعلو وأنت ستغلب، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، يعني تختطفه وتجمعه وتبتلعه فلا تدع منه شيئا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ظهر الحق وبطل سحر السحرة. من هو أخبر الناس بما حصل الآن من معجزة موسى؟ السحرة. لما رأى السحرة انقلاب عصا موسى إلى ثعبان، ثعبان حقيقي، هم يعرفون السحر، هم خبراء بالسحر، فالآن تأكدوا أن هذا ليس بسحر، أول ناس يعرفون الحقيقة السحر، وعرفوا أنه معجزة من الله وبرهان ساطع على أن موسى رسول رب العالمين، ولذلك خروا ساجدين معلنين إيمانهم بالله ربا وبموسى رسولا. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، تأكيد يعني، لأنه رب العالمين يمكن يظن فرعون أنه هو المقصود، لكن أكدوا قالوا رب العالمين نقصد رب موسى وهارون، فكان إيمانهم أمرا عظيما جدا وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة على أن عيسى على أن موسى رسول من رب العالمين. الذين استنصر بهم فرعون هم صاروا الآن ضده، الذين أتى بهم ليعينوه انقلبوا عليه وسجدوا لله رب العالمين، فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله، ولا هو رأى مثل المشهد هذا من قبل من نفسه، ولا تصاغر فرعون وصار بهذا الحجم مثل ما حصل في هذا اليوم. لكن الطغاة
ولو قامت الحجج وأفلسوا من المناقشة والمناظرة، ما عندهم ما يقابلون به في الحجج، يلجؤون إلى ماذا؟ القوة والبطش، القوة والبطش. وهكذا شرع يتهدد ويتوعد ويقول بمنطق سخيف جدا: آمنتم له قبل أن آذن لكم. يعني كأن دخول نور الإيمان إلى القلب يحتاج إلى إذن من فرعون، يعني كيف يدخل الإيمان في القلب بدون إذني؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم. هو الإيمان يعني ينبني على استئذانات وعلى أخذ رأي فلان وعلان، أو هو شيء يقذفه الله في قلب من يريد فجأة. الله عز وجل إذا قذف الإيمان لا يحول بينه وبين قلب شيء، مهما حطيت من حواجز وحوائل ما يمكن. فيأتي هذا المتكبر المتجبر الطاغية فرعون ليقول: آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني لابد تستأذنوا مني أول قبل الإيمان، يعني كأنه سيأذن لهم لو استأذنوه. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. طبعا الآن أول ناس يعرفون كذب فرعون منهم؟ السحرة، لأنهم يعرفون أنه ما التقوا بموسى من قبل، هذا أول ما يروه الآن. كيف يصير كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ومتى علمهم؟ أصلا متى التقى بهم حتى يعلمهم؟ ولذلك ازداد السحرة إيمانا وعرفوا أن فرعون كذاب وأنه ليس بإله وأن موسى مرسل من عند الله وأن القضية هذه قضية إلهية، هذه من الله، يعني هذه العصا وانقلاب العصا حية، هذا ليس من صنع بشر، هذه مسألة. عرفوا الآن الحقيقة. ولذلك لما هددهم بالبطش ما استجابوا، خلاص يعني هو رسخ الإيمان في القلب رسوخا عظيما. ولذلك لما قال: وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، يعني اختار عقوبة شنيعة جدا، تقطيع يد ورجل ويد ورجل من خلاف، ولأصلبنكم أجمعين وأربطكم على الشجر في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. وفي آية أخرى قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها آلا. بينكم بين موسى اتفاقية ومؤامرة، ومتى التقى موسى حتى يعملوا معه مؤامرة؟ فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. وهكذا عرفوا كذب فرعون، وبالرغم من التهديد لم يزدهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. لقد كشف حجاب الكفر عن قلوبهم وظهر لهم الحق وأن موسى مؤيد من عند الله. ولذلك كان استقبالهم لقضية التهديد بالقتل البشع هذا، قالوا لا ضير، يعني كيف تقتلنا ما هم ليست قضية مهمة، كونك تقتلنا أيضا لا ضير لا يهم. لماذا؟ إنا إلى ربنا منقلبون، يعني هو المرجع إلى الله الآن أو بعدين، الآن مرجع إلى الله، لكننا عندنا شيء متعلقين به، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. نحن الآن أول المؤمنين بموسى، هذا ما نتقرب به إلى الله، أننا أول المؤمنين، ونرجو أن الله يغفر لنا بسبب إسراعنا للإيمان. إذن لا ضير ولا ضرر فيما تهددنا به ولا نبالي به، إن مرجعنا إلى الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وهذه قضية تحتاج إلى مغفرة، لأن السحر من كبائر الذنوب العظيمة. والذي يظهر أن فرعون نفذ التهديد، وأيضا حتى يخيف الجمهور المتجمع ويظهر بطشه وكيده وجبروته، فقيل إنه قتلهم وصلبهم على النيل. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء، أصبحوا فجرة سحرة في الصباح
وأمسوا في المساء شهداء بررة. ممكن الهداية تدخل إلى القلب فجأة؟ ممكن، كما حصل هنا، وممكن تدخل على مراحل. جبير بن مطعم تأثر من آية أم خلقوا من غير شيء من خالقون، لكن ما أسلم إلا في فتح مكة بالتدريج، وشهد مشهد خبيب بن عدي، يعني مر عليه مشاهد، تأثر تدريجيا حتى أسلم في النهاية. وبعض الناس مباشرة يسلمون، السحرة بسرعة أسلموا. إذن الله عز وجل يهدي من يشاء، وإذا هدى شخص لا يستطيع أحد أن يضله. ولذلك لما هددهم فرعون قالوا له وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، ليس فقط صبرنا، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فهم يريدون الخاتمة الحسنة، ويريدون من الله أن يفيض عليهم الصبر، من الصبر صبرا واسعا، ويفرغه عليهم إفراغا، ويثبتهم على الإيمان. كما يفرغ الماء من القرب كذلك يفرغ عليهم صبرا، هذا ما يريدونه، وأن يثبتهم حتى يموتوا مسلمين. وقالوا له أيضا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. شوف لاحظ الحلف الآن، وكان من أول بعزة فرعون، وإيش صار الآن الحلف تبع حلف سا والذي فطرنا بالله على أحد الوجوه في تفسير الآية قالوا لن نفضلك ونفضل السلام منك على ما رأينا من حجج الله، ولن نختارك على الهدى واليقين، بل سنختار الهدى واليقين، فاقض ما أنت قاض، افعل ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني هو أنت هتعيش كم هذه الحياة الدنيا فقط، ثم تزول يا فرعون. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، خير لنا منك يا فرعون، وأبقى ثوابه باقي سبحانه وتعالى. وهكذا كان الأمر، وثبتهم الله سبحانه وتعالى حتى ماتوا على الإيمان. نلاحظ أن معجزات الأنبياء لها علاقة بما أبدع به أقوامهم. معي مثلا لما كان قوم فرعون مبدعين في السحر، فإن الآية جاءت طاغية على السحر، ولما كان قوم عيسى مبدعين في الطب جاءت آية عيسى أيضا تتفوق على طب كل طبيب، ولما كان كفار قريش مشتهرين بالفصاحة والبلاغة فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كانت القرآن الكريم قمة الفصاحة والبلاغة. وكذلك نرى في هذه الآيات تخطيط الداعية المحكم ليصل إلى الناس، لأن الطغاة في العادة يحولون بين الناس وبين الداعية، وذلك يجب على الدعاة الله أن يفكروا في أحسن الطرق والأساليم التي يصلون بها إلى الناس، من قنوات ومواقع ومنابر ومقالات. والوصول إلى الناس مهم جدا في الدعوة، الوصول إلى الناس، وهذا الذي يعني حاول فيه الغلام في قصة أصحاب الأخدود الوصول إلى الناس، وفرعون في القصة الوصول إلى الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال يعني كان يريد يعني أن يخلوا بينه وبين العرب، يدعوهم إلى الله. موسى قال أرسل معي بني إسرائيل. إذن قضية أن يصل الداعية إلى الناس هذه استراتيجية مهمة جدا في الدعوة، لأن أثر الداعية الحقيقي أين هو؟ هو الداعية لمن؟ جهده على مبذول مع من؟ فإذا ظل محصورا محبوسا مقيدا ما وصل خيره إلى الناس، ولا علم الناس، ولا استفاد الناس. ولذلك فإن من الحكمة السعي في الوصول إلى الناس، وأن يكون ذلك بالطرق المشروعة، لأنه ربما يحاول بعضهم الوصول إلى الناس لكن بطرق غير مشروعة، طرق محرمة مثلا، فما فائدة الوصول إلى الناس عن طريق منبر محرم
مثلا، ما هذا يفقد مصداقيته، لكن يصل إلى الناس بطريق صحيح مباح شرعي. ثم نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى يمكر بمن مكر، فكان فرعون يريد أن يحصر دور موسى، يحاصر موسى ولا يترك موسى يؤثر في الواقع، لكن كان مكر الله بفرعون عظيما عندما جمع فرعون الناس لموسى، وصارت القضية مشت بطريقة ما خطرت ببال فرعون أنه سيحدث هكذا. ثم نلاحظ هنا أن استجابة الناس للحق متفاوتة، فبعضهم قد يستجيب فورا وبعضهم قد يستجيب على مراحل، ولكن إذا كان دخل الإيمان القلب خلاص. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يمكن أن يخرج، ما دام خالطت بشاشته القلوب يثبت صاحبه. وكذلك فإن إظهار الإيمان حين يحسن الإظهار، حين يكون الإظهار مهما، من الحكمة، كما قد يكون كتم الإيمان أحيانا من الحكمة. وكان إظهار السحرة لإيمانهم فيه المصلحة الكبيرة ولو قتلوا، وكان كتم مثلا الرجل المؤمن من آل فرعون إلى حين مصلحة، حتى رأى أن مناصرة الرسول تقتضي أن يصرح، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما وصلت المسألة إلى قتل موسى، فهو الآن لابد أن يضحي، ولو ضحى بنفسه من أجل نجاة هذا النبي، يحاول. وقيل إنه قد آمن بموسى عدد كبير عند حصول مشهد السحرة هذا، ولذلك فإن التضحية بعدد قليل مقابل أن يهتدي جمهور كبير حكمة. هو قضية الإعلان والكتمان تعود إلى المصلحة، إذا كانت المصلحة أكبر في الكتمان كتم، وإذا كان المصلحة أكبر في الإعلان أعلم. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بمكة كان بعض أمر أصحابه مكتوما، حتى هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلا فترة من الفترات كانت الدعوة بمكة سرية، حتى ظهر عمر وحمزة، يعني حتى أسلم حمزة وأسلم عمر صار في جهر أكثر وإعلان أكثر. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بعض أصحابه أن يذهب من مكة، يقول لعمرو بن عبسة إذا سمعت أني قد ظهرت فأتني، يذهب الآن. وكان بعض الصحابة يسرون بإيمانهم تلافيا للقتل أو تلافيا للتعذيب الذي ليس من ورائه الآن فائدة في إظهار الدعوة. ولذلك فإن هذه القضية تعود إلى المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية، المصلحة الشرعية وليست المصلحة الشخصية. ونلاحظ أيضا في هذه القصة أن على الداعية أن يختار الزمان المناسب والمكان المناسب للدعوة، وأن تكون هذه أسلوب المناظرة من الأساليب المهمة في الدعوة، وليأتي الخصم بما عنده أولا حتى يكر عليه الداعية بالتفنيد لما أتى به والرد على ما أورده، ويأتي بما عنده من الحجج، يكون هذا أوقع في قلوب الناس. دعهم يأتون بما عندهم أولا، استفرغ ما عندهم، ثم كر عليه بالرد وأخرج ما عندك، ليكون ذلك أوقع في قلوب السامعين والمشاهدين. نلاحظ في القصة أن فرعون كان حريصا على أن يتهم موسى بقضية السعي للسلطة، تريد السلطة، تريد أن تتملك، تريد أن تخرجنا من أرضنا، تريد أن تنازعنا ملكنا، تريد أن تستولي على كذا، تريد أن الناس يتبعوك، تريد. إذن هو حريص أن يرمي الداعية بشيء دنيوي حتى يفقده مصداقيته عند الناس، لكن موسى عليه السلام كان حريصا في الرد عليه. ونلاحظ أيضا
أن إعطاء الفرص المتكافئة في المناظرات مهم، لأنه قد يحصل أن بعض المغرضين يدعون أهل السنة وأهل البدعة للمناظرة، ثم لا يعطوا أهل السنة الوقت الكافي للكلام، ويعطوا أهل البدعة الوقت كله أو أكثره، ويقاطعون أهل السنة أثناء الكلام، ويتركون أهل البدعة بلا مقاطعة، ففي النهاية لا تظهر الحقيقة كما ينبغي. ولذلك الداعي ينبغي أن يكون حاذقا في قضية الموافقة على المناظرة وعدم الموافقة بحسب الشروط. قالوا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. وكذلك فإننا أيضا نلاحظ من هذه القصة بأن الحق يقضي على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وأن على الداعية أن يثق بالحق الذي عنده مهما تعاظم الباطل وانتفش، يثق بالحق الذي عنده. ولولا تثبيت الله الإنسان قد يعني يفقد ثقة بالحق. ولذلك من المهم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. من المؤكد أن موسى وهارون كان على دعاء عظيم لله لهذا المشهد، وهما يعلمان أن التوفيق لو حلفهما في هذا المشهد سينبني عليه مصالح عظيمة جدا للدعوة، فلابد من اللجوء إلى الله قبل مثل هذه المشاهد والمناظرات والمواجهات، لكي يثبت الله أهل الحق في المناظرة، ولكي يكبت أهل الباطل ويخذلهم سبحانه وتعالى، لأنه إذا خذلهم فلا ناصر لهم، وإذا أيد الله أهل الحق فلا يستطيع أحد أن يذلهم. ونلاحظ كذلك أن دعوة الخبراء، الخبراء بالأشياء، أحيانا قد تكون أسهل من جهة أنهم يفهمون أكثر من غيرهم طبيعة الأمور. ولذلك تلاحظ مثلا أحيانا أن بعض أمهر الأطباء وأمهر الجيولوجيين وأمهر الفلكيين وأمهر المخترعين والمكتشفين يكونون قريبين من الحق، لأنهم بمهارتهم وحذقهم وخبرتهم إلا ما يعني يلاحظوا أشياء من آيات الله في الكون. ولذلك نسمع مثلا أن الطبيب العالمي فلان أسلم في مناظرة، والفلكي المشهور فلان أسلم في مناظرة، والاقتصاد الكبير فلان أسلم في مناظرة، مما يدعونا نفكر في قضية إسلام المشاهير. إسلام المشاهير مهم على الناس، يعني توجيه الدعوة للمشاهير نعم ممكن يكون له آثار كبيرة على الجمهور. الآن السحرة بإسلامهم ممكن تسلم كثير من هذه الجماهير المحتشدة. كذلك أحيانا لو نلاحظ يعني لو أسلم أحيانا لاعب عالمي مثلا أو عالم مثلا مخترع كبير، لو أسلم أثرها على الناس وأثرها عالميا أثر إيجابي كبير أكثر من لو أسلم واحد مغمور مثلا. فإذا وجدت فرصة لدعوة هؤلاء المشاهير عالميا إلى الإسلام فإن هذه سيكون لها أبعاد ونجاحات كبيرة. الآن ما هو تأثير اعتزال الفنانات مثلا والممثلين والحجاب على عامة الناس؟ عندما كانوا يسمعون المغني الفلاني كثيرا ومشتهر عندهم ويرون مسلسلات وتمثيليات الممثلة الفلانية مغرمين بها، وفجأة يسمعون أن الممثلة هذه اعتزلت واللاعب هذا اعتزل، وقالوا أنك ما كنا في سخافة، واللي كنا فيه من التمثيل والفن تضيع أوقات، وأنها كانت عبارة عن فسق وفجور ومجون نعم. وبالتالي الناس يتأثرون أكثر ويرون أن يعني فعلا هذه الأشياء هي مجرد ملاهي كنا نلهو بها عن حق، هي عبارة عن حواجز تحجز بيننا وبين الحق. ولذلك فإن هؤلاء المشاهير إسلامهم يمكن أن يكون فاتحة لإسلام آخرين، خصوصا مشاهير الكفار. يعني تصور مثلا عندما يسلم شخص مشهور عند الكفار كيف يكون أثره على الكفار، خصوصا عندما يكتب تجربته أو يذكر قصته في الإسلام، ممكن يؤثر على جماعات، ممكن يسلم آلاف نتيجة إسلام واحد
من المشاهير عند الكفار، مثل مالكولم إكس مثلا أو غيره من المشاهير الذين أسلموا. هذا مثلا إذا الناس متعلقين به أصلا يحبونه ولو كان من باب دنيوي، عندما يسلم فإن مثلا كات ستيفنز مغني بريطاني له جمهور وشعبية وفرقة كبيرة وبرامج وحفلات عالمي، لما يسلم ممكن صدى إسلامه يصل إلى ناس كثيرين. ولذلك إسلام السحرة هنا كان فعلا يعني ضربة كبيرة لنظام فرعون، وكان تمهيد لدخول أعداد من هؤلاء من هذا الجمهور المحتشد في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك نلاحظ أهمية الثبات على الحق، يعني ولو الإنسان هدد بالقتل لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، اقضي ما أنت قاض، خلاص الإيمان إذا دخل في القلب ما تهديد بالقتل بالصلب بالتقطيع الأيدي والأرجل، يعني إيش خلاص المسألة تجاوزت الآن قضية يعني هذه الدنيا والتعذيب، وأي شيء سيحدث فيها مؤقت، يعني إنما هي صبر ساعة، يعني صبر ساعة ثم يرحل الإنسان إلى 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 رضا الله سبحانه وتعالى وإلى جوار الله عز وجل، يصير عند ربه مكرما معززا. فالعملية يعني خلود في الجنة إلى أبد الآبدين يستحق أنه، بل إن الإنسان يعني يضحي من أجله بحياته، فكان ماذا أن تقطع أيدينا وأرجلنا وتصلبنا. وهذا الذي حصل فعلا عند هؤلاء السحرة رحمهم الله ورضي عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا على ثباتهم وعلى ما قدموا لدين الله ولمناصرة موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم.